الوطنيين للعراق بكلماته الجميلة، موطني الجلال والجمال، وبانتظار في بغداد العزيزة، في البصرة العزيزة، في الموصل العزيزة. في التألق في تقديم مباراة كبيرة بإذن الله تعالى. وأيضا بقي أن أشكر محللي باك المنتخب اليمني بخمسة أهداف نظيفة، وبالتالي رياضية 49500 متفرج سعة الملعب، العراقيين حاضرين. يلا يا ميمي، ميمي يتقدم، يهيئ الكرة إلى حسين علي، التسديدة لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب. حلوة حلوة ميمي، حلوة حسين علي، ردة الفعل من حارس المرمى دانجا فان لام بهذا الشكل، الكرات الجميلة المتبادلة، يتقدم هنا أولا إن شاء الله الإيران، أولا لا أعلم، بس هذه هي الترشيحات، الكرة بينية وخطيرة لمصر حساب المنتخب الأسترالي. بالتالي يعني في فرق قد تقوا الإيرانيين والعراقيين، يصير خير لأن المنتخب الفيتنامي دانغ فان لام مولود في روسيا، حارس المرمى المنتخب الفيتنامي، اللاعب اللي تلقى البطاقة سين، الإطالة الأولى لكل الفريقين، الفريق العربي العراقي مع بداية المباراة، هدف ملغي، هدف ملغي، أوكي هدف ملغي، لكن أتمنى ألا تحدث الإصابة لأحمد ياسين، سقط وعانى من الإصابة، وبالتالي هدف ملغي، وحكم المباراة يتدخل مباشرة ويوجه البطاقة الصفراء المتقدم أحمد ياسين. أحمد ياسين يتقدم، ولكن أقرب مدافع لاعب الشاب العراقي الزينة ميمي، ميمي مهند علي عقيل، لكن نتمنى أن يأتي الهدف المحتسب للعراق مو لفيتنام. لاعب المنتخب الفيتنامي يوم ما شعر بعد هذا اسمه انجويان، وايد انجويان، 9 انجويان في المنتخب الفيتنامي، هذا واحد منهم انجويان. الاماكن المخصصه للجمهور الفيتنامي موجودين، الجمهور العراقي اكيد موجودين، محل ايران، وبعدين ممكن اخر 3 نقاط من اليمن، والله بعدين ممكن عاد ندخل في 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 حسبه ان احنا نكون مثلا في المركز الرابع، لان في المجموعات تتوقع في بعض الاوقات ان يكون فيها فريق يصل الى الدور الثاني وهو في المركز الرابع. بطاقه صفراء، بعدين العراق راح تلعب مع اليمن، بعدين المباراه في الجوله الثالثه مع المنتخب العراقي. صفاء هادي يسيطر على الكره، يتقدم، تسديده مره اخرى قويه، ضاعت الأولى لأنها ما وصلت من ميمي، ضاعت الثانية لأن التسديدة كانت قوية من حسين. شوفها 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 مرة أخرى، حلو، عارف يعني السجل، بالرغم من أن الفيتنام يعني 94 من طراز آخرين عبر تاريخ العراق الكروي، 6 أهداف شيء ممتاز للغاية، وكرة القدم العراقية تبحث وتتمنى، والكل يتمنى للعراق، وإن شاء الله يأتي العراق ويسجل الجول الأول. دعواتكم يا العراقيين في كأس الأمم الآسيوية كلها تقريبا، لأن هذا اللاعب إنجوان الوضع الحاصل أمامنا الآن، العراق يواجه فيتنام وفيتنام يقوم بمحاولة بهذا الشكل. الحسين علي، المتابعة حاضرة، والتقدم من علي عدنان، خلص علي عدنان أول، يمكن يأتي الجول الأول، الضربة الركنية اللعبة عالية، الرأسية تحولت، حلوة حلوة، تبقى محاولة جيدة من اللاعبين المحترفين في قطر وغير قطر، والكرة اللي تحول، لذلك أعتقد في هذه البطولات محاولة الله 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 الله، عبرت عبرت وخرج جلال حسن، وما في تفاهم ما بين علي فايز وجلال حسن، وبالتالي استقرت في مرمى المنتخب العراقي الكرة بهذا الشكل مرات، والحقيقة شوف اللي حدث ما بين علي فايز واللي حدث هني 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 أمامك، اللقطة كاملة متكاملة، النقلة الأولى، النقلة الثانية، شوف لاعب المنتخب الفيتنامي وين، شو شوف المدافع وين، حسن، لا لا جلال حسن غطى عدل، لا علي فايز غطى عدل، وبالتالي الكرة مرت وعبرت وكان الهدف الأول لمصلحة المنتخب الفيتنامي. شوف 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 مرة أخرى، لاحظ في المنتخب العراقي، لكن مع ذلك المنتخب العراقي قبل أن ينتهي
الشوط المنتخب العراقي يفقد الكرة، تبدأ محاولة منتخب فيتنام التسديد، يرمي رمية التماس الآن طويلة، اللعبة مرت ووصلت وقت الثاني من المباراة، مرتد للفيتناميين عند قائد الفريق اللي هو جلال حسن. المنتخب الفيتنامي في متناول المنتخب العراقي، الكرات المتبادلة والتسديد والمطالبة بضربة جزاء تعود مرة أخرى المنتخب الفيتنامي، حكم المباراة يطالب بمواصلة اللعب. في الجهة اليسرى زميلك متقدم يا قدر زميله بالفعل علي عدنان، علي عدنان أوكي أوكي، ردت الفعل العراقية، تأتي بالرأسية تستقر عند حارس المرمى دونغ فان لام. خرج حارس المرمى جلال حسن، لكن الكرة وصلت إلى عقب الاستحقاقات القادمة، فرصة المنتخب العراقي والتسديد، لكن محاولة أوكي تبقى المحاولات، تبقى محاولات المنتخب العراقي، آخر المحاولات أمامك مهند علي، الكرة اللي للتسديد القادمة، المرور جدل للعراق والعراق يتلقى محاولة أخرى. يا شباب علي أحمد، أتاري مثل هذه الأخطاء ممكن تكلف العراق فار الجول؟ هذه النتيجة كانت قد حدثت في الدوحة 2011 عندما خسرت من إيران بهدفين مقابل هدف واحد، نفس النتيجة اللي تحدث أمامنا، لكن قابلة هني صفاء هذه كان ممكن يغيرها قبل قليل. العراقيين قادرين، عندهم كل الإمكانيات لتسجيل الجول الثاني ونتيجة هدف له. نعم المنتخب العراقي قادر. شوف فك الكرة وهفة دفاعية من مدافع، شوف هني، يا سلام على المهارة، على السرعة البديهة، على سرعة التحكم بالكرة، على التقدم على الكرة في الجول. إنه المنتخب العراقي، إنه ميمي يسجل هدف التعادل لمصلحة المنتخب العراقي. دود ويلان من ارتكب الهطوة وأمام لاعب ما يلاعب على الإطلاق، لاعب سريع مهاري جدا، المهارات الفردية حاضرة. فايز أحمد إبراهيم، من هنا أتى الهدف الأول، ومن هنا الهدف إلى, 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 إلى ما يحدث في فريقه. وصلت الكرة عالية، يلا الشباب نبي هذا الأداء. حاولت المنتخب الفيتنامي المرور والتقدم، يا الله المنتخب الفيتنامي يسجل الجول الثاني، المنتخب العراقي إنجوان كونغ يتقدم ويسجل الهدف الثاني لمصلحة المنتخب. شوف لا التغطية الأولى ولا بعد ذلك بعد المرور، أبدا بشكل سلس لاعب المنتخب الفيتنامي تقدم أولا. بشار يتقدم ويلعب الكرة عالية، ما فيه شيء، فيها جول، لكن لا، مباراة قوية والتسديدة حاضرة حلوة. جلال حسن الترشيحات التوقعات قبل المباراة تنصب لمصلحة المنتخب العراقي، لكن واقع الحال يقول واقع عليه من جديد. يلا الثالث يا شباب، حلوة رائعة اللقطة، انجح والكرة عالية انحطت، ومرة أخرى يتقدم مهند علي، جول المباراة. همام من اللمسة الأولى، شوف هو عشانه بالضبط، مهند الصغير العراقي سينا شعنل، عطل الحارس، عطل المدافع، أعطى الفرصة لكي يتقدم همام طارق اللي يطرق مرمى المنتخب الفيتنامي. أمام المنتخب الفيتنامي، لكن تبقى فرصة العراق عالية عالية عالية. نهائي الثالث للعراق، الثالث إن شاء الله للعراق. أو من الفريقين، هو الطريق الوحيد، ما احترام الخصم من البداية إلى النهاية، والتسديدة حاضرة لكنها إلى خارج، ترى مو بعيد في روسيا 2018، التسديدة حاضرة. على المنتخب العراقي أن يستفيد من إمكانيات هذا اللاعب، المنتخب العراقي لكن كرة سريعة جدا على وليد، علي عدنان راح يتقدم، علي، الله،
وجهه في المقص الأيسر وسجل الجول الثالث للعراق. علاوي وايد زين، علاوي كلش زين، علاوي ينشر الفرق مصلحة المنتخب العراقي.